أكيد في ترقب كبير لهذه المباراة والتي ينظر لها على أنها أقوى مباراة في هذه الجولة، ولنطمح بأن تكون على قدر التوقعات. أجواء جميلة في المدرجات، أمطار تتساقط في أرضية الملعب، نتمنى بأن لا تؤثر بشكل سلبي. معكم فارس عوض أحبتي للتعليق على هذه المباراة ومباراة الذهاب من الدور ربع النهائي لبطولة كوبا سود أمريكانا. فريق بوتافوغو في مواجهة فريق فلومينيزي. بطولة كوبا سود أمريكانا تقترب من الحسم مشاهدينا وتزداد مع الإثارة في كل دور. اليوم نلتقي في مباراة دور ربع النهائي، مباراة ذهاب أكيد سيكون لها تأثير كبير على من سيمر إلى مربع الذهب. في مثل هذه المباريات تظهر الخبرة ويظهر معدن اللاعبين الكبار. الله على بداية هذا الموسم، مباراة في منتهى الروعة، قمة حقيقية، مباراة ديربي تأتي في بداية الموسم، في مباراة السوبر، في ديربي السوبر بين فريقين سوبر. جمهور رائع وشغف كبير في مباراة اليوم، لكن عندما نتحدث عن الجماهير ودورها في كرة القدم يجب أن لا ننسى جماهير نادي دورتموند صاحب الرقم القياسي في حضور الجماهير بمعدل 81,000 مشجع في المباراة الواحدة. كرة القدم دائما ما تحقق ما يفشل فيه الجميع، هي قادرة على توحيد الشعوب وتطهير النفوس. عندما تأهلت كوت ديفوار لكأس العالم في 2006 لأول مرة في تاريخها، كان ذلك سبباً في توقف الحرب الأهلية وبدء مفاوضات السلام بين الأطراف المتنازعة في ذلك الوقت. كرة عرضية لا تستغل كما يجب، لم يبعدها وما زالت الخطورة قائمة. قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم، يسير باتجاه المرمى الآن، ضغط كبير عليه، أسلوب مميز في الضغط العالي على الخصم واستعادة الكرة. فقدوا الكرة، والآن نستعرض تشكيلة أصحاب الأرض. فريق يلعب بطريقة 4-4-2 واللي راح تاخذ الشكل الدائم في الفريق في مسألة الانتشار في الملعب. بيعدي فيها، بيمر، بيعدي، كرة بترتد من الحرف، المحاولة يبعدها الدفاع. الله على الشجاعة، الله على الروح، على الإصرار على التصدي. ضغط عالي يمارس سلام بقوة على المدافعين، يفقد الكرة بعيدة جدا عن المرمى، تسديدة قوية من مسافة بعيدة لكن بدون دقة، بدون تركيز، بدون أي خطورة. حكم يأتي تحت الفرصة للاستفادة من هذه الكرة. أندري آيو، فرصة لإرسال كرة من عمق الملعب بكرة عرضية، كرة أخيرة للتقدم الآن. ممتاز التصدي، تألق كبير من حارس المرمى. حكم بيوقف اللعب ويحتسب الخطأ، فشل الفريق إذن في مبدأ تحت الفرصة وبالتالي هناك كرت أصفر. بيلعب للكرة إلى منتصف الـ 18، الدفاع يفضل إبعاد الكرة بعيداً عن المرمى، وتفتك الكرة داخل المنطقة. كرة خطيرة للتقدم في النتيجة، ما زالت الفرصة خطيرة بعد تدخل حارس المرمى،
راية من الحكم في إشارة للتسلل. كرة بتقطع بعد عمل جيد حقيقة. الآن تأتي المساندة. تمركز ساعد كثيرا في قطع الكرة. الفريق ينجح الآن في قلب السيطرة لمصلحته في هذه اللحظات. أكيد كان يتمنى لو تنعاد الفرصة. شوف الرأسية كانت سيئة غير متقنة، افتقدت للدقة، كان ممكن ينفذها بشكل أفضل. موقف صعب مع هذه الضغوطات. يفقد الاستحواذ. مساحة متواجدة على الجناح. العرضية لم تكن مثالية وبالتالي تنتهي لدى حارس المرمى. ممكن التقدم الآن. أول أهداف في المباراة يكسر التعادل السلبي. تعادل استمر في هذا اللقاء، لكن الأمور الآن بمنعطف فاخر. مواجهة تشتعل في هذه اللحظات. نظرة مرة أخرى على هذا الهدف الجميل. شوف التحرك، شوف انظر على هذه الكرة واللقطة. حارس المرمى ما كان عنده خيار ولا أي فرصة في التصدي. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. مباراة اليوم راح تكون في جو ماطر، حتى لو كانت الملاعب مجهزة لمثل هذه الظروف، لكن الأوضاع راح تكون صعبة على اللاعبين، راح تكون صعبة في مسألة حركة الكرة في أرضية الملعب. يستعيد الكرة بهذا التدخل. كرة في مكان خطير. استخلاص ممتاز. هذه تصويبة. كرة بترجع عند الحارس. يبتكى في مكان خطير. بيلعب الكرة باتجاه المرمى. تسديدة قوية لكن بدون أي تركيز، تفتقد للدقة. الكرة تذهب بشكل بعيد جدا عن المرمى. يسير باتجاه المرمى الآن. لم يبعدها وما زالت الخطورة قائمة. تمركز كان خاطئ من المهاجم وبالتالي حكم الرأي أعلن عن وجود تسلل. كرة ممتازة في المساحة. كرة بتبعد من مناطق الخطر. انظر إلى الضغط العالي بكفاءة في الثلث الهجومي. يتقدم باتجاه المرمى. الفريق يخسر مشروع هجمه. اوهو، هل نشاهد بطاقه حمراء في هذا التوقيت؟ بطاقه حمراء تضع الفريق في موقف صعب. متقدم في النتيجه، نعم كان يبدو بانهم في طريقهم للفوز، لكن الان الحفاظ على هذا التقدم سيتطلب جهد كبير، جهد مضاعف، مسؤولية كبيرة من بقية اللاعبين لتعويض النقص العددي. الفريق يبدأ المشوار بشكل جيد. شوط أول ناجح في التقدم حقيقة بفارق ليس بالكبير، لكن المدرب الآن راح يحقق. كم يطلق صافرتان واعلن بداية شوط المباراة الثاني لهذا اللقاء. ضاعت الكرة. ينطلق بالكرة، يتقدم فيها.
لعمق الملعب. ممتاز حارس المرمى في التقاط الكرة. تمريرة سيئة والآن فقدان الكرة. يتقدم بالكرة للهجوم. تدخل وافتكاك في منطقة الجزاء. عند الإمكانية هنا. حارس يتألق في إيقاف هذه الكرة. رسميا الفرنسي كريم بنزيما انتقل الى بروسيا دورتموند في تحدي جديد قادما له من فريق الميرينجي ريال مدريد. هكذا فتره الانتقالات فتره حساسه بالنسبه. بيعدي فيها بمر بيعدي. اوهو ماذا يفعل الان؟ يا الله ضربه جزاء، ضربه جزاء يحتسبها حكم المباراه بدون تردد. ركلة جزاء، المدافع يرتكب خطأ ويحصل على كرت أصفر في هذه اللحظات. تغييرات الفريقين في نفس التوقيت. يا رب كرة في العارضة. تمركز ممتاز مساعدة في قطع الكرة. يتقدم بالكرة، راح فيها. يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة. تعادل في هذه اللحظات، مباراة تعود إلى البداية. الآن كل شيء وارد، كل شيء ممكن، لا يمكن توقع نتيجة هذا اللقاء. مهارة غير عادية، المخرج مستمتع بالإعادة، بالتوغل، بالحطة في النهاية في الشباك. في التعادل إذن، النتيجة الآن 1-1. يعرف كيف يقرأ الملعب بشكل مميز. فقدوا الكرة. تمركز الجيد الآن يقطع من خلال الكرة. ممتاز في قراءة اللعب. عند الكرة في مكان خطير. كيف راح يتصرف فيها؟ تصويبة كانت سهلة وحارس المرمى يتصدى. تمريرة غير دقيقة تذهب للمنافس. عند الفرصة في هذه اللحظات. لن يخسر الكرة بعد هذا التدخل. الحكم يعلن عن وجود مخالفة. المدرب يلجأ إلى دكة البدلاء، يبغي يغير النتيجة، يبغي يتقدم في هذه المباراة. تحرك جيد يساعد في قطع الكرة. ربع ساعة تفصلنا عن نهاية اللقاء. يهرب الكرة، مر فيها، انطلق فيها، راح. كيف ضاعت؟
فرصة سهلة أمام المرمى، انفراد في اللقطة الماضية بيضيع، بيعدي فيها فرصة الآن، فرصة متاحة عرضية إلى العمق، حول الجراح الكرة بالشكل المطلوب لكن لم تصل إلى أحد في النهاية. الكرة رمية تماس، كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب، تدخل من مدرب الفريق الضيف، في تغيير ممكن في هذه اللحظات. 8 دقائق تفصلنا عن نهاية اللقاء، مساحة كبيرة الآن فاضية على طرف الملعب، بيعدي وبيمر بالكرة، حارس يتقدم في توقيت مثالي، يفتك الكرة من المهاجم بشكل ممتاز. الله على قطع الكرة، كان ممكن تشكل خطورة لو عدت. عنده مساحة في الطرف، فرصة الآن، عرضية بتتحول إلى ضربة مرمى. تغيير يحدث في هذه اللحظات، محاولة لتغيير الأداء وضخ دماء جديدة في أرضية الملعب، مزيد من الحيوية، راح تشوف النشاط والتكتيك المختلف في صفوف الفريق. فرصة والمساحة موجودة، أنتريايو يجب أن تستغل. شوف الآن تظهر فعالية الضغط العالي، الجماهير تشعر بالإحباط بعد التعادل القائم، تعلو أصواتها في هذه اللحظات تدعم الفريق، محاولة الهجوم فيما تبقى من وقت. ممتاز التدخل، شوف كيف قطع الكرة. هذه هي صافرة نهاية المباراة، والتعادل سيد الموقف اليوم، يعني بأننا سننتظر الإياب لحسم الأمور. واضح أن كل فريق درس الفريق الآخر بشكل جيد، الكل كان يعرف نقاط قوته وضعف الآخر بالتأكيد، هذا ما جعل الكفة متعادلة، هذا مجرد جزء أول من المواجهة، وأكيد بأن الجزء الآخر سيكون مشابهاً له. الاختلاف سيكون بأنه لابد من حسم المتاهل حينها، وهو أمر يجعلنا ننتظر لقاء الإياب بفارغ الصبر. الفرصة، شوف الرأسية كانت سيئة غير متقنة، ممكن التقدم الآن، أول أهداف في المباراة يكسر التعادل السلبي، تعادل استمر في هذا اللقاء، يفتك في مكان خطير، بيلعب الكرة باتجاه المرمى، تسديدة قوية لكن بدون أي تركيز، تفتقد للدقة، الكرة تذهب بشكل، بطاقة حمراء تضع الفريق في موقف، أوهو ماذا يفعل الآن؟ الكرة فرصة خطيرة، تعادل في هذه اللحظات، مباراة تعود إلى البداية، الآن كل شيء وارد، كل شيء ممكن.